وحن دوغاتا شخصي هدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو راعه أو أهمية أيلاد هاي أو أغاده بدعة بوصي هكا شو ما بهلا يبا بدعة ما لك هكا شو ما بعرك يدور معايا لي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي دي دي ده شخص شيء هدي لغود دودانا هذا مولدكو وحيابا هذا لغود دودا أيو كمية إنك صار دودي سعيسين وحصها هدي هذا لغود دودي مال حجة أي جرته وإليه سبحانه وتعالى قرآن كي سبحوا كلية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مولد كان هدي أنا علمنا كتابك إلهي يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام باصو كقل مهلا إلا شيء هو لغد هذا إلهي سبحانه وتعالى إن لو علي أيو الله أمري علمت إلهي سبحانه وتعالى لو علي علماء الصلاة يكف السران أو كمدي تابعي وينا ميمون ابن مهران وعلي هاي كتاب يعني إلهي اللو علي وحل رجي الرد إلى كتابه كتاب كيس إن لو علي رسول كيس اللو علي وحل رجي الرد إلى رسوله إلى سنته صلى الله عليه وسلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن لو علي موليد كان مركي لو علي الله بضوا وحاكسوا بحضي إن أوسن كم بدهي معي لسيادة علماء والنوع الدهيان نبي مسامين عليه الصلاة والسلام صحابة سي مسامين دادك واناك سنة ما إيسان سمين قرون المفضلة ما إيسان سمين إذن كتابك إلهي سنة النبي كمد معان وحمرك سنة كتابك إلهي يا سنة النبي كبعان كمد هين محا وقتك إستغلوا منه أو عاد الله ذا عوضا من كسو الجيدة هو إلهي أن أقول دوانا محا أولاده هدو خير يهي نبي قال نغهر مر عليه الصلاة والسلام سعابي سان نغهر مر لها لكن تدك حشد الرؤية وحكمدة ساك مر أن قول جو حليس ودر المقدع نين وين أصلا نكاسو تدواتا سنة كمير وحلولي علمي قنا كنت السنة وكل حجر وكلية أو كل دارا والله يا حشد الرؤية وكل دارا أولية نبي قال احتفالي أيه سعابة يا احتفاشي سلفك يا احتفالي أعوذ بالله حشو الضر يعني حتى إلهي سبحانه وتعالى تواك حشو لعضه مركا حتى ضدك ضدك حشو إلهي كو أبوري وأصلا أنت كسو قرسي أو أن لذا أنت سان علمي كل حجري أي هذا واحد بينك الشيقي وحد كل دارة إنه النبي عليه الصلاة والسلام أو احتفالي علمدنا حتى علماء الوحي للمارك حتى علماء النهايه ده مريد كان لا استمع ده قر علماء قار او لا سو غوريه حتى ما امن سنه ان النبي سمي عليه الصلاه والسلام صحابه ان سميين المهم مركا وقت غن واسك غابي هي موضوع هو وينا لكن مرات وقت دمادي ان انت كسو غابيه او يعني لو دداله سنه النبي عليه الصلاه والسلام الا برته او لأغاده سي شخصه بدعاء أغف أغاده نبي حكى سنة عليه السلام إنه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور بمعنى هذه السنة آد كدكتو ذاتك هو ناقصنا دريقه آد كدكتو بدعاء نوات كفوغاني هذا حديث معني ساسوي بدعو لن كوي ما ميدو واي كافغاني واي كاتيران بتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة النبي او اد كدكتو اي كتاب كلا اد كدكتو طريقي ددك وناغسنا اد كدكتو وحي كافغيني بدعدا اي وحيابها ان قرافاتك اي كافغيني مركا وحان سكوا دردار منا ان شاء الله تعالى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان كدكنو اهمية دي ان كددالنو عن برنه